إذا ملي كنهضروا على ظاهرة التراجع البحري اللي شهدتها مجموعة من السواحل المغربية، هي واحد الظاهرة اللي هي طبيعية واللي ماشي جديدة بالنسبة لنا يعني في المغرب. يعني السنة الفارطة يعني حدت نفس الظاهرة في المدينة ديال سيدي إفني، واللي النتائج اللي يعني اللي بعد منها ما كانتش حتى شي نتائج اللي هي سلبية، بالعكس يعني كنلاحظوا بأن البحر تراجع يعني الحالة الطبيعية ديالو. كذلك حدثت في مجموعة من الدول من بينها مصر، لبنان، فلسطين، ليبيا، وكذلك مجموعة من الدول ديال أوروبا. وراه شفنا الى عقلتوا على الظاهره اللي حدثت في ايطاليا كذلك هي نفسها، وبالتالي بعد مده يعني كنلاحظوا بان البحر كيرجع للحاله الطبيعيه ديالو. هنا الاسباب حاليه راه ما كايناش اسباب اللي هي يعني ديفينيتيف اللي هي نهائيه، فقط كاين مجموعه من الفرضيات اللي حطتوها مجموعه من الخبراء. كاين اللي كيهضر على الاسباب اللي عندها علاقه بالتغيرات المناخيه، كاين اللي كيهضر على اسباب اللي عندها علاقه كذلك يعني يعني الدوران ديال الارض يعني حول نفسها وعلاقتها بالقمر وبالشمس اللي بطبيعه الحال عندهم علاقه بالمد والجزر. كاين كذلك اللي كيربطها يعني بالاعماق ديال المحيطات وديال البحار على الاشكال ديالها الى اخره. بالتالي كاين مجموعه من الاسباب اللي هي عباره على فرضيات، اللي ان شاء الله نتمنوا بان هذا الموضوع هذا اللي راه هو ولا ماده دسمه بالنسبه للتخصصات ديال الجيولوجيا والجيوفيزياء اللي غيشتغلوها ان شاء الله الباحثين من هنا لقدام. الربط ديال ظاهره التراجع البحري بظاهره ديال التسونامي هي لا علاقه، يعني كما اشار لها مجموعه من المتخصصين ومجموعه من الخبراء، بحيث ان الظاهره ديال التسونامي هي واحد الظاهره اللي هي زلزاليه اللي كتوقع لنا بطبيعه الحال، الزلازل اللي كتكون واحد الشده ديالها كبيره اللي كتوقع في الاعماق ديال البحار، وكيسببوا لنا يعني الصعود ديال هذوك الامواج ديال البحر وكيسببوا لنا في الظاهره ديال التسونامي. اما العكس ديالها هو التراجع البحري اللي كنلاحظوا. الناس اش اللي خلاهم يديروا هذا الربط هذا بين التسونامي وبين التراجع البحري؟ هما هذوك اللوحات اللي اشهاريه، زعما ماشي لوحه الاشاري، يعني واحد اللوحات تشويريه اللي كيبين لنا كيفاش يعني اننا ممكن نخليو المنطقه في حاله حدوث يعني ظاهره ديال التسونامي. وهذه للاشاره فهي تدخل ضمن يعني مشروع نموذجي كتشتغل عليه يعني وكاله ديال البحث العلمي، الوكاله الوطنيه للبحث العلمي والتقني، بشراكه مع كليه شعيب التكالي بالجديده، واللي هي ممول من طرف يعني منظمه اليونسكو، واللي الهدف ديالو بطبيعه الحال يعني هو اننا نديروا شي شويه ديال التحسيس للناس بالظاهره ديال التسونامي. وكما شاروا في البلاغ ديالهم بانه سيتم تعميم هذا المشروع بعد نجاحه بمدينه الجديده.